أعطيتنا نموذج قلت الأذان قبل قليل. أيوة. طيب مثلا شو الفرق بين أذان المدينة وأذان مكة مكة المكرمة؟ نعم طبعا هناك أهل مكة اختاروا تقريبا إلى اليوم نسمع كل ما نذهب إلى عمرة أو حج أو يذهب إلى هذه المواسم أو في الأيام العادية يسمع الأذان في مكة المكرمة بنغمة الحجاز. اللي هو؟ نغمة الحجاز. والحجاز أنواع، حتى نكون في هذه الحلقة نريد نعرف مو بس حجاز واحد. يعني الحجاز فيه الحجاز رئيس الأم اللي هو حجاز ديوان، ويتفرع من عنده بعض الفروع مسميات مختلفة، منها حجاز غريب، حجاز المدمي، حجاز المثنوي، حجاز كار وغيره من الفروع. أهل المكة يستخدمون الله أكبر الله أكبر، حتى يرققون الراء في الأذان. كمل يرحم والديك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وكيف يختم الأذان؟ آخر شيء يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الحجاز. أي نعم. المدينة في نغمة الحجاز. المدينة الغالب اللي نسمعه، وأنا سمعت أكثر من يعني مؤذين المدينة، في البيات، نغمة البيات، مقام البيات. نعم مقام البيات يبدأون هكذا دائما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى أن يختم بهذه نغمة البيات الجميلة.